شلون تسوين مسرح بالبيت؟ شلون تسوين مسرح بالبيت؟ يعني ما تروحين للصالون، وش هي الطريقه الصحيحه؟ ويا ماده الزينه الزرقاء لو الصفراء. طبعا الالوان تختلف بس الفعاليه واحده، الالوان تختلف بس النتيجه واحده. اكو مسرحات تطورت انضافت لها زيوت معالجه، اما المسرحات القديمه يعني هي مسرحات زينه بس يعني ما كانت اكو بيها زيوت معالجه، يعني شويه تحافظ على الشعر. كل المسرحات بيها سلبيات على الشعر، كل المسرحات ممكن ورا فتره تاذي الشعر، اللي هي 6 اشهر الى 7 ممكن تاذي الشعر، ممكن تسبب بيه تساقط، ممكن تسبب له يكون شعر مطاط، ممكن هو يسبب له مشاكل سلبيه، يعني هذا منتهين من عنده. يعني حق لك تسوين تسريح مره واحده بالسنه، مره واحده بالسنه فقط يحق لك تسوين تسريح، وهاي السنه كلها اللي راح تسوين بها تسريح هاي السنه كلها انت متاذيه من ورا شعرك، من ورا التساقط اللي يصير فيه. اكو نوعيات زينه واكو نوعيات رديئه، النوعيات الرديئه اللي تقربوا لها نهائي لانه هاي مشكلتها مشكله يعني توقع بالكامل. اما نوعيات زينه يعني مثلا يكون قليل الدخان، مثلا يكون قليل الريحه، مثلا يكون قليل الضرر على الشعر. كل مادة كيميائية تخليها على الشعر وتسح بها بحرارة فهي مؤذية، بس اكو شيء اهون من شيء هذا بيه اربع زيوت معالجة. موضوعنا شلون تسوينه؟ هذا يكفي 100 مول يكفي للشعر هنا حد الكتف. اما اذا شعرك اطول لازم تاخذين اكثر. مش قد ما شعرك طول لازم تاخذين اكثر. هذا ب 25، اما هذا البطل كله ب 150,000، البطل كله 1000 مول. اما هاي 100 مول. تغسلين شعرك بشامبو مال اطفال. جيبين شامبو مال اطفال من الصيدلية نونو او جونسون ماكو مشكلة. تغسلين شعرك مرتين وتنشفي، من نشفتي تاخذين كمية يعني بيدك فرشة وبيدك مشط تاخذين وتشبعين الشعر. شلون تصبغين الشعر بالضبط؟ كأنما صبغ شعر بالفرشة وبالمشط، شبعين الشعر بي. التركينة بالشعر من ساعة الى ساعتين، خلي الشعر يشبع بيه، خلي الشعرايه تتغلغل، الماده تتغلغل بالشعرايه تشبع بيها. بخاخ مال مي، بخينه بختين ثلاثه شبعين الشعر بيه، يعني هيك بخ خفيفه. اكو طريقه بانه بالشسوار من بعيد شويه يعني تنشفين من الماده فد 10% تنشيفه بعيده، وانه بتجينا بخاخ مال مي تعزلين الشعر الى 4 خصل، كل خصله تجينها بالكاويه من 10 إلى 15 كوية بالكاوية، ويكون درجة حرارة ما تتجاوز 700، يعني ما تعبر 700 وما تقل 400، يعني هي من 400 إلى 700 حسب نوع الشعراية. إذا شعراية كلش عنيدة والفرة كلش قوية والشعراية كلش خشنة لا أعطيها أعلى، أما إذا شعراية لا متوسطة فما يحتاج، هو على 400 و500 تشتغلين بها، مو حرارة الحين على 1000، 1000 راح يشلب بالمادة ويملصها من الشعر ما راح تستفادين شيء. كل خصلة تجيها من 10 إلى 15 كوية كملتي. طبعا شعر النوب وراها تلفيه أفضل، تنتظري 3 ساعات إلى 4، من ترجعي لورا 3 ساعات إلى 4 تلزمين الشعراية إذا رطبة بعد بيها المادة أجيها فت كويتين ثلاثة، وإذا لا والله ناشفة خلاص غسليها بيش، تغسليها بس بمكيف، مكيف بالكرياتين. ثاني يوم تستعملين المواد الكاملة اللي هي شامبو بالكرياتين غسلين به، وتبقين تحافظين على المسرح بالشامبو والمكيف والسيروم والحمام الزيتي. السيروم بعدين تقدرين يعني ذنب ثلاثة. شامبو والمكيف والحمام الزيتي موجودات أشكال هواية، الشيء زين ب15 يعني كجيب أكو هواية أشياء. من الأفضل أصبغ وأسرح؟ لو أسرح وأصبغ، شوفي إذا سرحتي وطاش التسريح النتيجة اللي ترديها وجيت صبغتي وراها، فالصبغ راح يعدم من عمر التسريح في 2 أو 3، يعني مثلا إذا التسريح يبقى 6 أشهر هو إلى 8، إذا داريتي 8 إلى 7، إذا المسرح يبقى 6 أشهر وجيت صبغتي أخذتي من عمر المسرح في 2 أو 3 تني راحن بالوجه، لعش شنو أسوي؟ فصبغي ورا يومين سرحي، خلي يجرد من الصبغ شويه، من اللون مال الصبغ شويه يجرد والكرياتين يبقى. يعني مثلا انت تردين لون، اختاري لون اطوخ منه فد بدرجتين، راح يجي الكرياتين يسحب من عده درجتين يجرد من عده راح توصل اللون اللي تردينه، اهم شيء الكرياتين.
أهم من الصبغ. إن شاء الله ما طولت عليكم، إن شاء الله وصلت الفكرة. تحياتي لكم.